والله إن أجمل أيام العيد لهي في أرض الثقور من أرض الرباط، فنقول لأخوتنا المجاهدين في كل أراضي الخلافة: ليس العيد بمن لبس الجديد، إنما العيد بمن خاف يوم الوعيد. ونوصيهم بالثبات، الثبات يا كتائب الحق، الثبات. قد نرى القوة والقلب بيد أعدائنا في بعض الأماكن، لكن لا ننسى إن المتصرف بهذا الكون هو الله، وعينه لا تغفل عن عباده المجاهدين، ولن يرضى لهم الذلة.